ممرض وبتشتغل في قطر وأول مرة بتيجي على البلد وبدك تعرف شو يعني تأمين صحي، جيت للمكان الصح. تفضل معي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا محمد ناصر أبو يوسف، بحييكم من قطر من قناتي مذكرات ممرض. هاي القناة بنتكلم فيها عن التمريض مهنة العظماء. لو عجبك العنوان خليك مع الآخر، بس لا تنسى قبل ما تتفضل عندي الهاند واشينج، البس الجلافز، لا تنسى الماسك، وتعال أقول لك شو القصة. كممرض بيشتغل في مستشفى حكومي في دولة قطر، من حقك الحصول على تأمين صحي لك ولزوجتك ولأطفالك تتعالج فيه في مستشفيات الحكومة. إصدار البطاقة الصحية لأول مرة يتم عن طريق المركز الصحي اللي أنت تابع له. فأول ما تدخل البلد ويصير معك إقامة قطرية، بكل بساطة في رقم مجاني 107 بتكلمه، بتقول له أنا ساكن بالشارع الفلاني، بالبناية الفلانية، بالشقة الفلانية، بالطابق الفلاني، بدك تقول لي أنا لأي مركز صحي تابع؟ فراح يقول لك المركز الفلاني. قل له طيب بدي إياك تعطيني موعد عشان أستخرج بطاقات صحية إلي وللأهل لأول مرة. فكل مركز صحي بالبلد إله يوم أو إله ساعة أو ساعتين معينات في الأسبوع كله مخصصهم لإصدار البطاقة الصحية لأول مرة. أنا مثلا أول ما عملت هاي البطاقة كلمت 107 فقال لي بتروح على مركز صحي الوكرة يوم الثلاثة بس من 7 لـ9 الصبح، هم الساعتين هذول بس طول الأسبوع المخصصات للبطاقات الصحية لأول مرة. طبعا لازم يكون معك QID، بتقدرش تطلع بطاقة صحية قبل ما يكون معك البطاقة الشخصية أو الإقامة القطرية. راح يطلبوا منك البطاقة الشخصية أو اللي هي الإقامة القطرية، راح يطلبوا منك جوازات السفر لكل واحد، راح يطلبوا صور شخصية لكل واحد من أفراد الأسرة، في إشي اسمه شهادة العنوان الوطني، هاي بتنزلها أونلاين من تطبيق اسمه مطراش، بعدين بعمل لك عنه فيديو كامل، شهادة راتب من المستشفى أو إثبات إنه نشهد إنه فلان بيشتغل عندنا. وبتروح على المركز الصحي بتدفع تقريبا 100 ريال على كل بطاقة، وخلال 10 ثواني بكون طلعت البطاقات واخدتهم روحت. فائدة مهمة، البطاقة فيزيكال بتضلها معك طول الحياة لأنه مش مكتوب عليها تاريخ انتهاء، لكن هي أصلا صالحة لمدة سنة، فكل سنة بتجددها وبتضل البطاقة معك، ما بيطبعوا لك بطاقة جديدة إلا إذا كانت ضاعت وبدك بدل فاقد. قبل ما تنتهي البطاقة بمدة بسيطة مثلا أسبوع 10 أيام رح يوصلك مسج تذكرك أنه تنساش كمان كم من يوم البطاقة الصحية رح تنتهي، لا تنسى تجددها قبل ما تنتهي. كيف تجديد البطاقة الصحية؟ هل في قطر في إدارة للتأمين الصحي تقطع مالك وعيالك وبتسيب اللي وراك وبتروح تجدد فيها البطاقة الصحية؟ لا، بكل بساطة بتروح للكاشير أو المحاسب في أي قسم طوارئ في أي مستشفى، أو الكاشير في أي مركز صحي، أو الكاشير في أي عيادات خارجية في أي مستشفى حكومي بالبلد، وبتقول له هاي 100 ريال وهاي البطاقة جدد لي إياها لمدة سنة كمان. طبعا الدفع ببطاقة البنك ممنوع كاش، تاريخ انتهائها كمان سنة. يستحسن إنك تحط ستيكر على البطاقة، لو رحت على العيادات أو الطوارئ أو المركز الصحي قل لهم اطبعوا لي ستيكر، الستيكر فيها كل البيانات، اسمك وعمرك وتاريخ ميلادك وين انولدت ورقم ملفك الصحي، أهم تفصيلة فيه متى بتنتهي البطاقة، هاي بتكون موجودة على ستيكر، كل سنة بتطبع ستيكر بتحطها على البطاقة من وراء، لأنه كل إشي هون على سكان، أنا ما بقيس لك الضغط بعدين بقعد على الكمبيوتر أكتب بيدوي، لا، نفس الجهاز مربوط على كمبيوتر أو على ملفات المرضى واي فاي، فأنا بقيس لك الضغط والحرارة والنبض والوزن والطول وكل إشي، وبعدين بمسك البطاقة الصحية تيد اسكان زي ما بعمله في كارفور، فبنزل اسمك ورقم ملفك على الجهاز تلقائيا، كبسة زر سيف صار كل أرقامك ضغطك وحرارتك وكله صار على ملفك في الكمبيوتر. طبعا هو المستشفيات العلاج فيها كويس وبشمل أشياء كثيرة حتى للمغترب، بما إن أنا نشتغل في عيادة الحروق بقدر أقول لك أنه علاج الحروق لكل الموجودين في قطر سواء مواطن أو مقيم ببلاش تماما إذا كان معك بطاقة صحية. فمراجعة العيادة ببلاش، حق الدواء ببلاش، الغيار ببلاش، الدخول ببلاش، العمليات ببلاش، أي إشي أي إشي بلزم مريض الحروق في قطر ببلاش. فأنت مسموح لك تستمتع بطيف وافر من الخدمات إلا إذا إشي مش مهم أو عملية تجميل مثلا أو بدك تفصل نظارة أو بعض العلاجات في الأسنان، الأشياء اللي احنا بنعتبرها تجميلية مش علاجية هاي بدك تدفع. لو عجبك الفيديو لايك للفيديو، لو عجبتك القناة اشترك بالقناة، ولو عندك أي سؤال اسألني بعمل لك فيديو مخصوص،
وفعل زر الجرس عشان يوصلك جديد أول بأول. والسلام عليكم ورحمة الله.